ماشي شي حاجه بالتقريب مرتبط بالسنوات الماضيه، راه هو مسلسل. طبعا غادي نشوفوا في الشرح التوضيح انه يجب ان يعكس السياسه الحكوميه، يجب ان تكون له مرجعيات، يجب ولكن راه غير منعزل لا على ما مضى ولا على ما سياتي ولا على الظرفيه التي تعيشها او يعيشها بلدنا ويعيشها العالم. يعني هذا هو لابد يجب ان ياخذ بعين، والا غادي يكون اما غارق في الاوهام والاحلام وهذا ونمشيو في يعني نقولوا للناس شي حوايج اللي ما يمكنلهمش نديروهم، وهذا ماشي من الخصائص ديال القانون الماليه لانه قانون ويجب ان تكون له مصداقيه، واما ان يكون عاوتاني غارقا في البؤس وفي الياس، وهذا ايضا ليس من سيام طبعا البلاد وليس من سيام الحكومه. يجب ان يكون واقعي. قانون الماليه الناجح هو قانون الماليه الواقعي الذي يجب ان يقرا الواقع باعين واقعيه وبعين، وان يقول الصراحه وان يدقق في مكامن الخلل ليصححه، وان يدقق في مكامن القوى ليقوي اكثر. فلهذا بعض المرات كنجيب تنجيب القانون المالي ولكن كنديروا القراءه ديالو بدون ماشي بدون يعني كنقللوا من الاشياء التي ادت الى الاختيارات. دابا مثلا ملي تحط القانون الماليه، وانا نعطيكم مثال ماشي هذه السنه، نعطيكم السنه الماضيه ديال القانون الماليه هذا 2015 ديك السنه، ملي حطيناه في 20 اكتوبر كان ديك الساعات البترول في حدود 90 80 كان بدا النزول ديالو، ملي كنا كنحضروه كان 110 115، ملي حطيناه كان 80 90، ملي ساليناه في ديسمبر 2014 كان وصل 60. يعني الامور تتغير. حتى الاخوان الذين يمكن ان يؤاخذونا وانا في البرلمان طبعا لا نقول انا ولكن يعني وزاره الاقتصاد والماليه، يكون لنا نقاش حاد حول الفرضيات. اش تيقول خصك دير الدولار هنا تما، واش تيقول لك خصك تاخذ لنا، ولكن راه الامور اولا التوقعات تبقى غير توقعات كيف ما كان الحال. جو رابيل توجور دي سيتاسيون ديال شي واحد، جو رابيل لا سول فونكسيون دو لا بريفيزيون ايكونوميك سي دو روند لاسترولوجي اكسبتابل ولا بحال بحال هكا، لان ملي كيدير واحد التوقعات يدير توقعات على الادوات اللي عنده، لكن هذيك الادوات وهذيك الاشياء يمكن ان تتغير. التوقع يمكن ايضا من بعد يكون صائب او ما يكونش صائب، ولكن خص لا ميثود ولي زوتي ولا ميثودولوجي تبقى كونسيبت. اذا قانون الماليه كما يعلم الجميع هو قانون، وربما اهم قانون من اهم القوانين، الا ما كانش اهم قانون كيصدق عليه البرلمان بغرفتيه كل سنه. علاش اهم قانون؟ لانه لحظة سياسية بامتياز، تتكون واحد الورقة واحد الوثيقة اللي كتعكس التوجهات والسياسة الحكومية، وتتكون هذيك المناسبة لمحاسبة الحكومة على اختياراتها على قراراتها على توجهاتها. وطبعا كما قلت قانون المالية هو قانون يرتبط، هو سلسلة. ملي كنهضرو مثلا هي مثلا ملي كنهضرو على المديونية، واش المديونيه جات وطاحت في القانون الماليه؟ المديونيه خصك وغادي يمكن نشوفوا من بعد الا كان شي سؤال عاوتاني على المديونيه وغيكون لانه هو الموضوع المهم. كنا نقراو المديونيه منذ 2000 كيف تطورت؟ كيف تقلصت؟ كيف ارتفعت؟ وشنو هما الاسباب الى اخره؟ ما نجيش ديال القانون الماليه ونقول المديونيه طلعت، هي سيدي طلعت، ولكن خصنا نشوفوا منين طلعت ومنين جايه. كما يمكن أن تكون أيضا مناسبة لطبعا المساعدة الحكومة حول هذا الموضوع وما يمكن أن نقوم به مستقبلا، لكن في نفس الوقت تهضر على المديونية، تقول خصك تقلصوا المديونية، ولكن في نفس الوقت خصكم تقلصوا مثلا تخدموا الضرائب، إذا تقلصوا من المداخل، إذا تكبروا العجز. أخويا كيف غادي نكبر أنا العجز ونقلص من المديونية؟ أنا يقول لي أنا بغيت زعما حتى أنا باغي. ولهذا كاين أيضا يعني أشياء منطقية واعتبارات اللي خص يكون فيها اختيارات، وما يمكنش نختاروا الشيء ونقيضه. اذا تنقولوا دي قانون الماليه تيحكم سنه
ولكن العديد من الاشياء تتكون هذه راه ماشي ضرب في الحكومات السابقه ولا لا بالعكس، يعني واقع انه تكون هناك واحد السياق واحد العمل، وطبعا هذاك العمل في بعض المؤشرات ترتبط بما سبق، وماشي فقط الحكومات الظرفيه. وشكون اللي تيقول اودي البترول يوصل الى 120 دولار ويدخل كاملا الى الميزانيه ويعمق من العش الى اخره؟ القانون الماليه ايضا يرتبط بمرجعيات، كما قلت ما كيجيش من السماء، لابد يكون عنده مرجعيات، والمرجعيات الاساسيه للقوانين الماليه هما التوجهات الساميه لصاحب الجلاله اللي يسار على استراتيجيات الوطنيه الكبرى بمقتضى الدستور، وايضا البرنامج الحكومي الذي يصادق عليه صادق عليه البرلمان في بدايه الولايه الحكوميه. القانون الماليه ايضا مرتبط بفرضيات، وعلاش كنديروا هذه الفرضيات؟ لان كل قانون ماليه او مشروع قانون ماليه تكون توقعات، توقعات في المداخيل وتوقعات في النفقات. كاين هاد التوقعات في المداخل وفي النفقات، كاين شي اشياء نصيب فيها او نصيبها، يعني يكون لها يعني الانجاز 100%، مثلا ملي كنديروا توقعات المنافقات الموظفين راها ننفقها 100%، ما كاين لها تقريبا يعني واحد على ماكس ديغور كيما دخلت في 6 سنة الى اخره، ماشي واحد تيكون يعني. ولكن ملي كنا كنديروا الاخوه توقعات في مجال مثلا سعر البرميل ديال النفط، راه ما كاينش اللي كيمكن ياكد انه هذاك هو اللي غادي هذاك السعر اللي غادي. اذا تبقى توقعات، وتحتمل بين قوسين ماشي الخطا، تحتمل ان لا تصيب، لان تتكون مبنيه على توقعات ايضا لخبراء. ملي كناخذوا مثلا سعر البرميل، صدقوني كناخذوا اكثر من 80 تقرير دولي، 80 تقرير، وكل تقرير دولي تيقول لك ها هو تقريبا السعر المرتقب في السنه المقبله. وتناخذوا لا مويان او المعدل ديال نحاولوا نكون اقرب الى، ولكن بالرغم من كل ذلك راه تبقى توقعات، وراه ماشي حنا اللي كنخترعوها. وكان هاد الخبراء كيفهموا في التوقعات بزاف، كان يخبرونا بعد من جات ديك الازمه ديال 2008 قد ما بينها، علاش ما شافوهاش بعد؟ يعني شي اشياء، ولهذا كنبقى خص يكون عندنا اللي مهم ان التوقعات تكون مبنيه على يعني اساس، وانه اذا ما تغيرت الاشياء خص يكون ايضا تغير في التعاطي معها. اذا الفرضيات، من بين الفرضيات ايضا هناك جات تدخل الموسم الفلاحي، وكنبنيو القانون المالي على واحد المعدل سنوي ديال الحبوب ديال 70 مليون قنطار. طبعا القانون المالي ليس فقط ميزانيه، وكما لم تعلمون ذلك هو الميزانيه، ولكن كل الاجراءات الضريبيه والجمركيه والميزاناتيه والمحاسباتيه اللي كتمشي مع القانون المالي. اذا قانون ماشي مشى في الميزانيه، ولكن الميزانيه والاجراءات طبعا التي تواكبون. هذا المسلسل ديال التحضير تياخذ وقت، تيبدا في نهايه نصف السنه في حوالي يونيو، من يونيو كنبقاو كنخمو في طبعا تتكون لحظه، وهذا ثبتناه بالقانون التنظيمي للقوانين الماليه، يعني في يونيو كنمشيو للبرلمان او في يوليوز كنعطيو نصف السنه ما تم انجازه في القانون الماليه الذي في 2002، وشنو هو الافاق ديال التحضير ديال القانون المالي المقبل. هذا ايضا اصبح الان موعدا قانونيا، كان تقليد ديال وزاره الاقتصاد والماليه دابا ولا بالقانون، وهذه من الاشياء الجديده اللي جا بها القانون التنظيمي للماليه. تيبدا المسلسل ديال الاعداد وديال التشاور، طبعا هذا التشاور يكون داخلي في الحكومه، كنسالوا القطاعات شنو هما الحاجيات ديالكم، شنو هما المبادرات ديالكم، طبعا بارتباط ايضا مع النتائج ديال هذه القطاعات في السنوات المقبله، وكما يمكن ان تتصوروا ذلك الحاجيات دائما تفوق وبكثير من الامكانيات. وهذه سنة الحياة، راه ماشي دائما شي واحد تقول له شحال بغيتي، تقول له بغيت 200 وراه يمكن يعني انت عندك غير 100 ولا عندك قلب.